سائل يقول: حكم قروض البنوك للصيدليات في كندا، وإذا أنا أدخل في شركة مع مالك صيدلية ويخطط لأخذ قرض من البنك لتمويل الصيدلية. هذا الشخص يقول إن طريقة تمويل البنوك في كندا المشاريع التجارية تكون أقرب للشراكة، البنك يقوم بمتابعة حيثيات العمل وتطوره، ومن الممكن أن يسحب القرض في حال إذا كان المشروع غير مجدي، والبنك يخسر أمواله في حال إعلان إفلاس الشركة. هل كده تعتبر شركة؟ لا، لا تعتبر شركة. البنوك يا بني لا تتاجر إلا في الديون، في القروض في الائتمان فقط. البنك تاجر قروض، تاجر ديون، يأخذ أموال الناس بفائدة ويعطيها لطالب التمويل بفائدة أعلى، ويكسب الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. وكل قرض اشتطت فيه زيادة فهو ربا جلي قطعي لا يترخص فيه إلا عند الضرورات. هذا هو ربا الجاهلية تماما، الذي جاء فيه قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء فيه قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وفيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.